حقيقة موضوع هذه الندوة هو بعنوان واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين، حيث أصبحت حرية تداول المعلومات جزءاً لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية. لذا من الضروري وجود قانون يكفل حرية تداول المعلومات في أي دولة، الأمر الذي يعزز من قدراتها التنموية. ولقد أكدت على ذلك العديد من الدراسات والأبحاث، حيث أكد جميع الدراسات والأبحاث على أن مبدأ الشفافية يعد أداة رئيسة من أدوات محاربة الفساد ودعم النشاط التنموي داخل أي مجتمع أو داخل أي دولة. وبالتالي القدرة على الوصول إلى المعلومات والمستندات المرتبطة بأجهزة الدولة يعد شرطاً أساسياً من شروط الحكومة الحديثة، لأن تأمين هذا الحق للمواطنين والإعلاميين ومن ثم لأفراد الجمهور يسهل بناء الخلفية المعرفية حول الأحداث المختلفة ويثري المناقشات العامة حولها ويوفر حماية أساسية ضد عمليات إساءة استخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهذا يعني أن تداول المعلومات يسهم في دعم وترشيد القرار الحكومي وزيادة مستوى فاعليته من خلال تطوير مستويات ثقة المواطنين بأعمال الحكومة. وتبرز أهمية هذه الندوة من كونها تتصل بأحد أهم الحقوق المغيبة، وبقول أهم الحقوق المغيبة والمهمشة في كثير من دول العالم. فعلى الصعيد الرسمي تقوم معظم الحكومات بأعمالها بعيداً عن أعين الجمهور، وتعتبر المعلومات ملكاً خاصاً لها، وبالتالي تمنع المواطنين من الوصول إليها، الأمر الذي ينعكس سلباً على معرفتهم وقدرتهم على المشاركة السياسية، ويجعلهم بمنأى عما يحدث في مجتمعهم. وعلى الصعيد الشعبي يجهل معظم أفراد المجتمع أن من حقهم الحصول على المعلومات وطلبها من الجهات الرسمية واطلاعهم عليها ليتمكنوا من تقييم أداء الحكومة ومحاسبتها في حال تقصيرها. من هنا جاءت هذه الندوة لمناقشة واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين، للوقوف على مفهومه وأهميته والمبادئ التي يقوم عليها والحقوق التي تتأثر بهذا الحق والتشريعات الفلسطينية المنظمة لها وحدود هذا الحق وعلاقته بحقوق الإنسان وبحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. ولقد تم تقسيم هذه الموضوعات على ثلاثة محاور وزعت على الضيوف الكرام، وهي على النحو التالي: المحور الأول وهو بعنوان مفهوم حق الحصول على المعلومات والمبادئ التي يقوم عليها، وسيتحدث في هذا المحور الأستاذ سلامة معروف. المحور الثاني وهو يتناول التشريعات المنظمة لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، وسوف يتناول هذا المحور الدكتور عدنان الحجار. المحور الثالث والختام سيكون علاقة حق الحصول على المعلومات بحرية الصحافة، وسوف يتناوله الدكتور أحمد حمد. إذن سنكون الآن مع المحور الأول الذي سيتحدث به الأستاذ سلامة معروف، وهو بعنوان مفهوم حق الحصول على المعلومات وأهميته والمبادئ التي يقوم عليها. والأستاذ سلامة معروف هو مدير عام في وزارة الإعلام، وأيضاً مسجل رسالة ماجستير بعنوان واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين في قسم الصحافة والإعلام، وبالتالي إن شاء الله نأمل أن نستفيد منه جميعا في هذا المجال. نعطي المجال لمدة 15 دقيقة، فليتفضل مشكورا. بداية فيما يخص المحور الخاص بي وهو مفهوم حق الحصول على المعلومات والمبادئ المتعلقة به، ربما الكثير يسمع عن مفاهيم متعددة لهذا المصطلح. نسمع عن مصطلح حق الحصول على المعلومات، حق الاطلاع، حق الوصول للمعلومات، التداول أو تداول المعلومات،
التدفق الحر للمعلومات وغير ذلك من المفاهيم التي ربما للمختصين أو أهل القانون أو الباحثين ربما يلحظون بعض الفروق الفردية أو بعض الفروق بين هذه المصطلحات، ولكنها في المجمل تعني شيئا واحدا وهو حق الجمهور في الاطلاع أو حق الجمهور في المعرفة، بمعنى أن هذه التعريفات جميعا أو هذه المصطلحات هي وجه واحد لمفهوم حق المعرفة، ونعني به هو حق الأفراد، أفراد المجتمع أو أفراد الجمهور في أي مجتمع من المجتمعات في معرفة كيفية إدارة الحكومة لحياتهم، بمعنى أن العلاقة ما بين الحكومة وما بين أفراد المجتمع هي علاقة تقوم على أن الحكومة هي وكيل لهؤلاء الأفراد في إدارة شؤون مجتمعهم، وعلى هذه الحكومة أن تعرض لهذا الجمهور الذي وكلها كل ما يتعلق بطريقة إدارتها لحياته. ومن هنا اكتسبت هذا المصطلح اكتسب أهمية سيما في السنوات ربما 20 الماضية، وبدأ يؤصل بشكل كبير، ولكنه كمصطلح هو مصطلح قديم، ربما كانت المحاولة الأولى لوضع قانون يخص حق الحصول على المعلومات هي كانت في مملكة السويد في العام 1766، وهي أول تجربة قانونية لهذا القانون. وفي العام 46 كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسنت في القرار رقم 59 على أهمية هذا الحق، أي حق الحصول على المعلومات، باعتباره الحق الأساس المشكل لكل الحريات ولكل الحقوق التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لتطبيقها. وهذا يدل على مدى أهمية هذا الحق باعتباره حقا مهما للجمهور من ناحية وحقا مهما للحكومات من ناحية أخرى. وأيضا في العام 48 عندما أقر الاعتراف أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان في المادة 19 تضمنت حق الحصول على المعلومات ضمن حق حرية الرأي والتعبير باعتباره الحق الأساس، وهو المكرس لهذا الحق، ولا يمكن أن نتحدث عن حرية رأي وتعبير دون الحديث عن حرية المعلومات وحرية الحصول عليها والوصول لها. وبالتالي شهدنا خلال هذه الأعوام 20 الماضية تطور كبير في اعتراف الدول واهتمامها بهذا الحق باعتباره حق ينهض بالمجتمع ككل، من خلال المفاهيم التي تفضل على ذكرها الدكتور جواد، باعتبار أنها مرتبطة بمفاهيم حديثة هي مفاهيم الحكم الرشيد، مفاهيم النزاهة، الشفافية، المساءلة، المحاسبة وغير ذلك من المفاهيم التنموية التي إذا أرادت أي دولة من الدول أن تنهض بمجتمعها فعليها أولاً أن تتيح لهذا المجتمع المشاركة المجتمعية من خلال إطلاعه أولاً بأول، من خلال مشاركته في رسم السياسات، من خلال مشاركته في اتخاذ القرارات، وذلك كله يمر من خلال إتاحة وصوله إلى المعلومات وحصوله عليها بمختلف أشكالها. ولذلك وجدنا حتى العام 2002 ربما كان عدد الدول التي تسن قوانين خاصة بحرية المعلومات حوالي 45 دولة. من العام 2002 إلى العام 2014 قاربت هذه الدول تقريبا 100 دولة، نتحدث عن دول عربية، تقريبا 3 دول عربية هي اليمن وتونس والأردن لديها قوانين فيما يخص حرية المعلومات، وهناك ربما 4 دول عربية حاليا يجري العمل على قوانين من هذا القبيل. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تسمي هذه القوانين التي أقرتها في العام 66 تسميها قوانين الشمس، بمعنى أنها هي التي يعني تضيء الطريق أو تنير الرؤية للرأي العام من خلال إطلاعه على كل ما يتعلق بإدارة العمل الحكومي أو العمل الهيئات العامة. ولذلك يطلق عليها هذا الحق هو أكسجين الديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن ديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات دون أن يكون حق الوصول إلى المعلومات وحق الحصول على المعلومات حق أصيل
مسن له قانون، هذا القانون يراعي المبادئ الدولية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات. ولأهمية هذا الحق أنشئت ربما يعني هيئة أممية هي المقرر الخاص بحقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير في العام 93، ومنذ العام 97 أصبح من مهمة هذا المقرر هو تضمين حالة حق الحصول على المعلومات ضمن دول العالم المختلفة في تقريره السنوي، والحث بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الدولية والهيئات الخاصة لتوسيع رقعة هذا الحق على مستوى العالم. ولذلك نشهد منظمات كثيرة كالشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير أو منظمة المادة 19 لحقوق الإنسان وغير ذلك من المنظمات التي تعنى بتوسيع رقعة هذا الحق وتشجيع الدول المختلفة على سن القوانين التي تنظم حرية الحصول على المعلومات. فيما يخص المبادئ التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات الذي قلنا أنه هو بمنتهى البساطة وبالاختصار هو حق الجمهور في المعرفة، باعتبار هذا الحق هو حق أصيل لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن بقية الحقوق الأساسية للإنسان، وبالتأكيد ونحن في حضرة قسم الصحافة يزداد هذا الحق أهمية بالنسبة للصحفي، على اعتبار إذا كانت الحكومة وكيل عن الرأي العام أو عن الأفراد أو عن الجمهور في إدارة شؤون حياتهم، فإن الصحفي هو وكيل من جهة أخرى عن هذا الجمهور لكي يبسط له المعرفة ولكي يقدم له المعرفة، وبالتالي تزداد أهمية هذا الحق بالنسبة للصحفيين. ولذلك نجد أن بعض الدول حتى عندما تسن القوانين الخاصة بحرية المعلومات تميز ما بين الصحفي وما بين غيرهم من المهن أو الوظائف فيما يخص الحصول على المعلومات باعتبارها تنظر إليها كحق أصيل للصحفي ربما دون المهن أو الوظائف الأخرى. ونتيجة التطورات الطبيعية فيما يخص الاهتمام بهذا الحق ونشاط المؤسسات والمنظمات الدولية في تأصيل هذا الحق اجتهدت العديد من المنظمات ووضعت العديد من المبادئ، وأبرز هذه المنظمات هي منظمة المادة 19 وهي منظمة بريطانية وضعت 9 مبادئ. هذه المبادئ أقرت من قبل مقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة في العام 2000 وأصبحت هي المعايير الأساسية التي تلتزم بها الدول التي تريد أن تسن قوانين فيما يخص حرية المعلومات. وأيضا كان هناك منظمة أخرى هي منظمة أكسس إنفو، هذه المنظمة يونانية وضعت 10 مبادئ تقريبا لحرية المعلومات وتعد أيضا كمعايير لهذه القوانين، ولكن الأشهر والمعتد بها والمعتمدة دوليا هي المبادئ الخاصة بمنظمة المادة 19. وهذه المبادئ 9 تبدأ بداية بمبدأ الكشف المطلق عن المعلومات، وهذا المبدأ يعني بمنتهى البساطة أن كما يقال في القاعدة القانونية الأصل في الأشياء الإباحة، فإن كافة المعلومات التي تمتلكها الهيئات العامة في الدولة هي واجبة العلم والاطلاع عليها والوصول لها والحصول عليها من قبل فئات الجمهور المختلفة، بمعنى أن المعلومات تعني كل البيانات التي تحتفظ بها الهيئات العامة أيا كانت صورة هذه البيانات، سواء كانت مطبوعة مكتوبة محتفظ بها في سجلات إلكترونية سيديهات أيا كان شكل هذه البيانات، فهذه البيانات هي حق مطلق يجب أن يتم الكشف عنها للجمهور، وإن كان هناك مجال لبعض التحديد والاستثناء لبعض البيانات، ويجب أن يراعى في وضع القوانين وسن القوانين أن تكون هذه الاستثناءات محددة ومقيدة وواردة حصرا ضمن مواد القانون الذي يقر لحرية الحصول على المعلومات. ويندرج أيضا ضمن هذا المبدأ وهو مبدأ الكشف عن المعلومات أن تكون كافة الهيئات، والهيئات تعني كافة الهيئات العاملة في الدولة بمختلف مستوياتها سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو قضائية،
أو حتى جهات من التي كثيرا ما يلتبس الأمر فيما يخص المحاذير الأمنية وغيرها. كل هذه الهيئات القاعدة تقول أنها يجب عليها أن تكشف ما لديها من معلومات طالما أنها لم تحدد أو لم تستثنى بشكل واضح ودقيق ضمن مواد القانون. وأيضا هذا الكشف المطلق يتطلب أن يكون هذا الحق متاح لجميع الأفراد في الدولة، سواء كانوا من مواطني هذه الدولة أو حتى من المقيمين داخلها. وأن يتم أيضا ضمن هذا الكشف عن المعلومات أن يتم أيضا أن تكون كافة المعلومات أيضا متاحة وليس يعني عدد معين أو شكل معين من المعلومات. المبدأ الثاني من مبادئ حرية الحصول على المعلومات هو وجوب النشر. إذا كان الأمر في المبدأ الأول يقول أن الكشف المطلق عن المعلومات، والكشف المطلق يعني أن إذا رغبت جهة في الحصول على معلومة ما من أي هيئة عامة في الدولة فهي تتقدم بطلب سواء كان خطي أو عبر البريد الإلكتروني أو أي آلية من الآليات التي يحددها القانون المتعلق بهذا الأمر، فإن المبدأ الثاني يؤكد على أن الهيئات العامة مطالبة بوجوب نشر ما لديها من معلومات، وعلى سبيل المثال التقارير السنوية التي تقدمها الحكومات عن عملها، تقارير الموازنة العامة، تقارير هيئات الرقابة، غير ذلك من التقارير الإدارية التي تقدمها الجهات المختلفة في الدولة عن مجريات عملها. هذا يأتي ضمن المبدأ الخاص بوجوب نشر هذه المعلومات، بل يجب عليها أن تنشر أن لديها معلومات في جانب معين وباستطاعة الجمهور الحصول عليها أو الاطلاع عليها عبر الآلية التي تعلن. المبدأ الثالث من مبادئ حرية الحصول على المعلومات أو حق الحصول على المعلومات هو الترويج لسياسة الانفتاح، بمعنى أن عندما تهتم الدول بوضع قوانين تعنى بحق الحصول على المعلومات فهذا يعني أن هذه الحكومات التي تحكم هذه الدول هي حكومات منفتحة، هي حكومات يهمها أن ترفع من وعي الشعب، يهمها أن تحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة ومبادئ الحكم الرشيد، وبالتالي هذا الانفتاح يتطلب أن تكون حتى الجلسات العامة الخاصة على سبيل المثال بالمجلس التشريعي أو المجالس البلدية أو غير ذلك من الهيئات العامة في الدولة أن تكون هذه الجلسات هي جلسات معلنة مفتوحة، يسهل الاطلاع عليها، يسهل مشاهدتها ومتابعتها، بل يجب حتى أن تعلن قبل موعدها لكي يتسنى للجمهور متابعتها ومعرفة ما يدور فيها. المبدأ الرابع هو مبدأ تحديد الاستثناءات. قلنا أن كل قانون من قوانين حرية الحصول على المعلومات لابد أن تدرج فيه قائمة الاستثناءات، وغالبا هذه الاستثناءات تتعلق بمفاهيم مثل الأمن القومي أو القضاء والمحاكم أو مراعاة خصوصية الأفراد أو السلامة العامة أو الأمن الاقتصادي والأسرار التجارية وغير ذلك من هذه الأشكال. هذا المبدأ يقول أن لابد أن تحدد الاستثناءات داخل القانون بشكل واضح وحصري، لا يتم فيها استخدام المصطلحات الفضفاضة أو الواسعة التي تتسع لتفسيرات متعددة، ولابد أن تراعي هذه الاستثناءات مقياس ربما مكون من ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول هو هدف المشرع من تبرير الحجب، بمعنى لماذا تم حجب هذه المعلومة. الأمر الثاني في المقياس هو اختبار الضرر، بمعنى ما هو الضرر الواقع على المجتمع من حجب أو من إشهار هذه المعلومة وجعلها متاحة. وربما آخر معايير المقياس هو اختبار المصلحة العامة، بمعنى ما هي المصلحة المتحققة لو نشرت هذه المعلومة، وإذا كانت المصلحة المتحققة أعلى من الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المعلومة فلا بد من نشرها. على سبيل المثال إذا تحدثنا عن معلومة تخص القوى الأمنية أو القوات المسلحة في أي دولة من الدول، هذه المعلومة إذا كانت متعلقة بفساد للقوات المسلحة على سبيل المثال فنشرها أولى، سيما لو كانت الأوضاع عادية ليست في حالة حرب، نشرها أولى من حجبها على اعتبار أنها قد تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة، ولكن المنفعة المحققة منها هي منفعة بالتأكيد أكبر
وربما حتى هذا المبدأ الخاص بالاستثناءات نجد أنه قد يطبق وقتيا. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وهي من الدول ربما يفترض أن تكون الرائدة في مجال حرية الحصول على المعلومات، بعد أحداث 11 سبتمبر قيدت الوصول إلى بعض المعلومات بداعي الأمن القومي وبداعي عدم الاستفادة منها للجهات التي ربما تضر بالأمن القومي. المبدأ الخامس هو تسهيل إجراءات الحصول على المعلومات، وهذا التسهيل يكون من خلال إما موظف مختص في أي هيئة حكومية أو هيئة عامة هو الذي يتولى استلام طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها، أو من خلال شكل أرقى وهو تشكيل هيئة وطنية هي التي تتولى حصر المعلومات وحفظ هذه المعلومات والبيانات، وهي التي تتولى يعني البت في طلبات الحصول على المعلومات، وهي التي تعطي المعلومات للجمهور، أو الشكل الثالث الأكثر تعقيدا وتكلفة وهو المحاكم التي يمكن أن تقدم الطلبات من خلالها. المبدأ السادس هو معقولية التكاليف. هناك بعض الدول التي حاولت أن تقيد من هذا الحق من خلال سن قوانين نعم لحرية الحصول على المعلومات، ولكنها تقيده من خلال رفع التكاليف الخاصة بالحصول على المعلومات كوسيلة ل يعني جعل المواطنين يترددون في التقدم بالحصول على المعلومات. وبالتالي هذا المبدأ يقول بشكل واضح أن التكاليف لابد أن تكون تكاليف معقولة تتناسب وطبيعة المعلومات المقدمة، بل حتى بعض الدول تنحى منحة إلى جعل هذه الخدمة مقدمة مجانا، ولا يقدم طالب الطلب إلا فقط تكاليف الحصول على النسخة المعدة من المعلومات. المبدأ السابع هو مبدأ الاجتماعات المفتوحة، والمبدأ الثامن هو مبدأ موائمة القوانين، وهذا من المبادئ المهمة. على سبيل المثال في حالتنا الفلسطينية، وستفضل الدكاترة بالشرح أكيد تفصيلا، ربما لدينا 8 أو 9 قوانين شديدة الصلة بحق الحصول على المعلومات، وليس لدينا قانون لحق الحصول على المعلومات. كان لدينا تجربة في 2005 وحاليا هناك مسودة للقانون. في حال إقرار هذا القانون لابد أن تعدل أو تلغى كل القوانين التي تتعارض مع المبادئ الأساسية التي وردت في قانون حرية المعلومات، وإن كان هناك من تناقض أو اختلاف في تفسير بعض المواد يكون بالتأكيد المرجع الأصلي أو الأساسي في هذا التناقض وإزالة هذا اللبس هو لصالح قانون الحق في الحصول على المعلومات. المبدأ الأخير وبه أختم هو حماية المخبرين أو المبلغين، وهنا نقصد الموظفين، إذا ما الموظفين المعنيين الذين يستطيعون الحصول على معلومات هي معلومات محجوبة نعم بحكم القانون، معلومات يفترض أن تكون سرية بحكم القانون، ولكن هذا الموظف أو هذا الشخص أفشى هذه المعلومات بداعي المصلحة العامة. في هذه الحالة لابد أن توضع أو يوضع بند أو يوضع مواد خاصة في القوانين المنظمة للحق في الحصول على المعلومات لكي تحمي هؤلاء الموظفين، باعتبار أن كشفهم لهذه المعلومات طالما أنه تحقق منه مصلحة عامة فهو يعني أن الخلل كان في تطبيق مبدأ سرية هذه المعلومات وعدم إتاحتها للجمهور. بكل الأحوال وفي هذه الإطلالة السريعة نقول أن مبدأ أو حق الحصول على المعلومات هو حاجة ضرورية وأساسية، سيما في ظل التطور الحاصل في وسائل الاتصال المختلفة، وفي ظل التوجه العالمي لمسألة الحوكمة الرشيدة وتطوير بنية المجتمع من خلال إتاحة المشاركة الواسعة من قبل الجمهور ومشاركته في عملية صنع القرار. أتمنى أن أكون قد أفدت في هذا المحور وأعتذر للإطالة. شكرا أستاذ سلام معروف على هذا العرض الوافي الذي أكد فيه على وجود عدة مصطلحات تتصل بحق الحصول على المعلومات ووجود 9 مبادئ تعد هي الأساس التي أقرت على المستوى الدولي، ولكن أشهر ما جاء حول هذه المبادئ كانت المادة رقم 19، كما أشار أيضاً إلى أن حق الحصول على المعلومات ضرورة للإنسان ولوسائل الإعلام. الإخوة والأخوات الكرام، يمكن القول أنه يوجد قدر كبير من التشابه بين الهياكل البنيوية لقوانين تداول المعلومات
في دول العالم المختلفة، وقد تأثرت ببعضها البعض فيما تضمنته من بنود وما تحدده من محاذير. وأن قانون حرية تداول المعلومات الأمريكي هو الأكثر تأثيراً في العديد من القوانين ومختلف مناطق العالم. لذا سنطرح مجموعة من التساؤلات في مقدمتها ما الهيئات البنيوية لقوانين تداول المعلومات في العالم؟ وما التشريعات الفلسطينية المنظمة لحق تداول المعلومات في فلسطين؟ وما هو حال مشروع القانون الفلسطيني؟ وما الاستثناءات التي وضعت لتقييده؟ للإجابة على هذه التساؤلات وخاصة ما يتصل بالتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بتداول المعلومات، يتحدث إلينا الأخ الدكتور عدنان الحجار، وهو عضو في مركز الميزان وحاصل على درجة الدكتوراه من الجزائر في السياسات التشريعية، فليتفضل. مشكورا. شكرا يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر إلى كلية الإعلام في الجامعة الإسلامية وإلى الدكتور جواد وكافة الإخوة العاملين في الكلية، كما أشكر زملائي على المنصة وأشكر حضوركم الكريم. يمكن الأستاذ سلامة أخذ جزء من ورقتي خاصة ما يتعلق بالاتفاق. نحن حرصنا أن كل واحد يحكي في ورقة وحددنا محاور. بالضبط، لكن هي بعض الأمور مترابطة ولابد يعني من التعريج عليها. فالأستاذ سلامة أخذ الجزء المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. يمكن بدي أنا أعيد التذكير عليها أنه اليوم، وكما تحدث الدكتور جواد قبل قليل، بأن معظم القوانين أصبحت في قوالب متشابهة. يمكن هذا يعود إلى سيطرة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات على التوجهات الداخلية والقوانين الداخلية. اليوم في معظم القوانين ومعظم التشريعات أصبحت تستمد جزء كبير من هذه الاتفاقيات، وفي بعض الأحيان الاتفاقيات تفرض إنجاز التعبير هذه القوانين على الدول وقوانينها الداخلية. لماذا؟ لأن العالم اليوم أصبح يسير في إطار فكرة الشراكة، في إطار فكرة الوحدة، باعتبار أن هذا العالم أصبح قرية صغيرة. يمكن في مجموعة واسعة من الاتفاقيات التي أصبحت تؤثر على الدول، مثلا منظمة التجارة العالمية تجبر الدول على قوانين محددة وأدوات محددة في الجمارك، في الضرائب، إلى آخره. أيضا هذا التوجه الموجود في اتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإلى آخره من مجموعة القوانين. أيضا فيما يتعلق حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات، كما ذكر الأستاذ سلامة، هذا ليس جديدا. السويد من 200 سنة، أمريكا قانونها في 66، مجموعة الدول الغربية أيضا في هذه الفترة السبعينات الثمانينات. بمعنى أن هذا التوجه أصبح عالميا، والدول تعكس هذه الاتفاقيات والمعاهدات في قوانينها الداخلية، حتى أن معظم الدول تنص في قوانينها الداخلية أن الأولوية للمعاهدة والاتفاقية الدولية، بمعنى أن الاتفاقية الدولية إما أن تكون جزء من القانون المحلي أو تكون في مرتبة أعلى من هذا القانون. في هذا الخصوص فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أو فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، في لدينا نقطة أعتقد أن جزء منا أو جزء كبير منا يغفلها،
أن أي تشريعات هي وليدة حاجة المجتمع ووليدة سيطرة وتوجه الحكومات. يعني التشريعات الحكومات لها دور كبير. نحن للأسف الشديد ما زالت قوانين قديمة تحكمنا، مثلا قانون العقوبات 36 منذ الانتداب البريطاني وهو يحكم في فلسطين. قانون العقوبات لاسما فلسطيني لكنه عاد من انتداب. جزء كبير من العقوبات المتعلقة بالصحفيين وبالإعلاميين وبالعمل الصحفي مرتبطة فيه. المشكلة أن فلسفة هذا التشريع جاءت لتحمي الحكومة البريطانية، حكومة الانتداب، جاءت لتحمي الملك، جاءت لتحمي المندوب السامي الذي كان يمثل رأس الدولة البريطانية في فلسطين. لذلك نجد أن هذه المواد هي فضفاضة وتتيح للحكومة وللسلطة القائمة تفسير الأشياء كما تشاء وكما تريد وكما ترغب، وبذلك اتخذت تقييد كبير لأنه كان خوف من الثورات الفلسطينية، خوف من التحريض الفلسطيني كما سمي في معظم في مواد القانون. كانت هذه المواد تضع هذه القيود وتضع العقوبات الصارمة. في التجربة الفلسطينية للأسف الشديد اعتمدنا على هذا الجزء، توسعنا في القيود وتركنا هامش قليل للحريات، وبالتالي قلبنا المعادلة. الاستثناء أصبح الأصل والأصل أصبح استثناء، بمعنى أن التقييد أصبح الأساس والسماح أصبح الاستثناء. ويمكن هذا كمان بينعكس في القوانين المنظمة أو ذات العلاقة بالحق في الحصول المعلومة، لأنه في حقيقة الأمر نحن في فلسطين ليس لدينا قانون محدد بالحق في الحصول على المعلومة كباقي دول العالم. يعني لا يوجد قانون يتحدث عن هذا الحق، قانون منفصل، قانون يضبط عملية الحصول على المعلومة، يضبط القيود الممارسة عليها والمسموح فيها. بالمناسبة كما ذكر الأستاذ سلامة، القيود كانت في أضيق حدود، واشترطوا في القيد أن يكون ضمن القانون. يعني ما بنفع، لأنه فكرة تجاوز القانون والتوسع في تفسيره بما يزيد حالة التقييد، أصبح العالم يشترط أن يكون هذا التقييد موجود بنص قانوني، وإن كان طبعا في مجال للتحايل عليه. بمعنى لو يجينا لواحد قانوني وقلنا له تفضل خد قيد لنا شوية حتى بالنصوص القانونية، وإن كانت تظهر نصوص لا تقيد لكن في مضمونها هناك تقييد، لكن اشترطت هذه الاتفاقيات أن يكون التقييد بنص قانوني وأن يكون ذا علاقة بالأمن القومي أو الأمن الوطني أو الآداب العامة. طبعا هذه كمان من المصطلحات الفضفاضة، لأنه في كل شيء حتى واقعنا المرير اليوم صار مرتبط بالأمن القومي، مرتبط بالأمن القومي للدول في كل تفاصيله، وبالتالي نحن نعاني من هذه المصطلحات والإجراءات المرتبطة به. على العموم في أول نقطة، أن فيما يتعلق بالتشريعات الفلسطينية أنه لا يوجد قانون يتضمن الحق في الحصول على المعلومة، لكن هناك قوانين أخرى وهناك ضمانات دستورية وقانونية. في القانون الأساسي الفلسطيني المادة 19 تحدثت على المادة 19 من هذا القانون تحدثت أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون. حتى هو القانون الأساسي جاء يتحدث عن مراعاة أحكام القانون. اثنين، تأسيس أو المادة 27 أيضا تحدثت فيه عن في القانون الأساسي على أن تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع، يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. الفقرة الثانية من المادة، حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة،
والمادة الفقرة الثالثة من المادة 27 تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي. هذه طبعا في الممارسة، عشان نخش بس شوية على الواقع العملي، في الممارسة العملية كان يتم التضييق واتخاذ إجراءات بحق الإعلاميين والصحافة وبدون موجب وبدون وجود حكم قضائي. وهذا النص اللجوء إلى القضاء في حالة التفسير هذا في غاية الأهمية، لكن للأسف في الممارسة الجهة المسيطرة أو الجهة القوية أو الحكومة تفعل، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. هذا المفهوم يجب أن يتغير، لأنه زي ما حكى الأستاذ سلامة أنه في أساس هذا الحق، وحكى ما حكى الدكتور جواد، ليس فقط متعلق بحرية الرأي والتعبير. البعض بيعتبر أنه الوصول إلى المعلومة هو متعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، لا، هو متعلق بالفساد، متعلق بالصحة العامة، متعلق بحياة الناس. للأسف أصبحت المعلومة ليس فقط محاصرة أمنيا، بمعنى أنه أنا يعني البعض قد يتفهم فكرة أنه التعامل مع حرية الرأي والتعبير من الزاوية الأمنية، لكن أن يطال كل مناحي حياتنا فهذا في مشكلة. يعني نعطي بس مثال سريع، وأنا بديش أطول، نعطي مثال سريع، مشكلة شركة الكهرباء. في حد عارف شو المشكلة بتاعتها؟ مش بس الانقطاع التيار الكهربائي، فيش معلومات، مش بس التيار الكهربائي، مشكلة الشركة يعني ممكن بالضبط ممكن السلطة حتى اتفاقية إنشائها، ممكن السلطة في رام الله تفسر لنا لماذا تدفع من الموازنة العامة 30 مليون دولار سنويا لشركة الكهرباء، مش هذا مفروض الثلاثين مليون يروحوا على الغلابة المدمرين المهمشين اللي واقعهم في إشكالية؟ لماذا السلطة تدفع 30 مليون دولار من وزنتها ويبكي وزير المالية لسنوات على هذه القيمة الضخمة اللي يدفعها فقط لشركة الاتصالات؟ هذا ناهيك عن السولار ودفع السولار، واللي احنا بنعيشه أزمة السولار، أنا بدي أدفع وبديش أدفع، الاتحاد الأوروبي بدوش يدفع. واحد يحدثنا بس في حكومة رام الله، في حكومة غزة، في حكومة الوفاق، في المجلس التشريعي يتحدث لنا عن حقيقة هذا الاتفاق. أنا بالمناسبة عندي فكرة عنه، عندي فكرة عنه، لكن أيضا حصلت عليه دون أن تحدثنا فيه المؤسسة الرسمية. هذه وزارة الطاقة كانت اللي في عهد ما أنشئ لها الدور الكبير فيه، لكن لماذا لا يحدثونا عن هذا القانون؟ في لهم مداخلات لاحقاً يا دكتور؟ في مداخلات. طيب كويس. كل واحدة تسجل عندها مداخلة، حنسمع كل المداخلات وبالأسئلة. بالضبط، عشان يعني نختصر. استرباح الكهرباء. الساعة الأيمار. إجت الكهرباء. إجت الكهرباء. يا محمد الكهرباء بليها حالياً بلاش بكوا عليها. يا نورت. هم لو 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 حقيقة الأمور. والشباب بدهم كل المداخلات، بس النشاط عندنا هي لو حقيقة في كشف عن المعلومة، وبصراحة 3 دقائق وجود مكتب حكومي يعني المفروض أنه مفيد، هو مفيد يعني، لكن يفترض أن يقدم معلومات أسهل للناس، عشان كمان ما تصيرش مسألة الشائعات، لأنه هذا كمان مرتبط عدم الحصول على المعلومة، إنه أي معلومة صغيرة تحصل عليها رغم التطور التكنولوجي. يعني اليوم صرت أنت تحصل على المعلومة يمكن في وزارة ما قبل الوزير، وتكون موجودة على النت، على الفيس، على تويتر، على أي طريقة، بمعنى إنه هذا التطور التكنولوجي ساهم في انتشار المعلومة. لكن إحنا في واقعنا أشياء كثيرة ليست فقط مرتبطة بالأمن، ورغم أنه يعني ومحظور الاطلاع عليها. بالضبط، ومحظور الاطلاع عليها، هذا الأمر مهم يهم حياة الناس، يعني المشكلات المرتبطة بالواقع الصحي. نتحدث بصراحة على أنه لدينا مشكلة
مشكلة صحية في الموضوع الفلاني، واحد اثنين ثلاثة، الناس خليها تعرف، ما تخشش في شائعات، الناس خليها تتفهم، ما تخشش في الناس قد تساعد. يعني لما أنا أعرف، أنا شخصيا أعرف أنه مشكلة في 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 مستشفى ما، يمكن تكون بسيطة، تكلفتها بسيطة، المواطن يقدم هذه المساعدة أو يتوجه إلى المستشفى يقدم هذه المساعدة إذا كان. لكن أنا بدي أتحدث عن عجز. يمكن أبرز شيء حكى فيه الأستاذ سلامة هو الموازنة العامة. الموازنة العامة ليس سر قومي، الموازنة العامة يجب أن تنشر ويجب أن تعلن ويعرف مصدرها. هذا حماية، حماية للحكومة. بالمناسبة لدينا في مشكلة في أعتقد أنه عقل المناطق العالم الثالث كلها تعتبر الحكومة فاشلة إذا ما اكتشف أمر وزير في قضية فساد. بالعكس، هذا قوة لهذه الحكومة، أنه أنا اكتشفت وزير فاسد وضعته في السجن واتخذت إجراءات قانونية ضده. هذا عمل عظيم يبنى عليه ويؤسس عليه لثقافة مجتمع في كل المجتمع. عشان هيك بنشوف احنا انه التبرير هو المشكلة. انا بس عشان ما اطولش على الدكتور واروح الى منظومة القوانين، في قانون المطبوعات والنشر رقم 9-59 صدر عن 13 لـ95 بتاع 9 هذا تاع الانتخابات أصدر أبو عمار، أصدر رئيس ياسر عرفات الله يرحمه، والمجلس التشريعي إلى ذاك الوقت لم يعدل هذا القانون ولم يتخذ إجراءات تجاهه. طبعا المجلس التشريعي الأول والثاني في ملاحظات فيما يتعلق بهذه التشريعات، لماذا بقيت إلى هذا الوقت، لماذا لم يتم إصدار قوانين ذات علاقة. الكل يعلم هذه المشكلة، السلطة تعلم، العاملين في الصحافة والإعلام القانونيين يعلموا بالإشكاليات المتعلقة به، رغم أنه في المادة 2 و4 أعطى بعض الحريات، وهي بالمناسبة يعني بديش أنا ممكن في تفاصيلها لمن أراد، لكن عشان نعرف بس إحنا أنه قانون المطبوعات والنشر المادة 2 المادة 4 والمادة 6 منحت تسهيلات للعمل والحصول على المعلومات، لكن أيضا وضعت قيود شديدة في المادة 8 و37، ويعني قيود لا تصلح أن تكون في قانون عصري في ظل هذه الطفرة التكنولوجية العالمية والدولية. أيضا هناك قانون الإحصاءات العامة رقم 4-2000 هو كمان تحدث عن الحصول المعلومات. المادة 3 حق المواطنين في الاطلاع على البيانات التي يتولى جهاز الإحصاء المركز جمعها، حق جميع أفراد المجتمع في المادة 4 في الحصول على الإحصاءات الرسمية التي يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها حسب الأنظمة. رغم ذلك إلا أنه في بعض القيود اللي تحدثت عن سرية البيانات، لكن سرية البيانات المقصود فيها للأشخاص اللي بيقدموا معلومات لهم إنها تبقى هذه سرية. أيضا قانون الأحوال المدنية أعطى فرصة أنك أنت تحصل على معلومات، لكنها متعلقة في الغالب إبك شهادة ميلاد وشهادة وفاة وإحصاء إلى آخره. قانون أيضا ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2004 نص على المادة 25 منه على حق الديوان في الاطلاع على التقارير والمعلومات، وأيضا تقديم تقارير رسمية سنوية وحسب الطلب إلى رئاسة السلطة وإلى المجلس التشريعي وإلى رئاسة المجلس التشريعي، وهذا أيضا من ضمن اللي تحدثت عنه المبادئ 9 اللي ذكرها الأستاذ سلامة. أنا في يعني في ختام الورقة، لأنه شيء طيب إنه في نقاش، لكن في نهاية الورقة أنا أشكر حسن استماعكم وشكرا لكم. أقول أن الصحافة والرأي والتعبير جزء لا يتجزأ من المفهوم العام لموضوع الحرية، فالحرية مسألة أساسية في حياة البشر. النقطة الثانية حول موضوع الحريات، حرية الرأي والتعبير هي ليست حقيقة علمية، بمعنى نحن لا نتحدث عن كيمياء ولا عن فيزياء ولا عن رياضيات 1+1=2 أو عن مسألة يتم فحصها عبر الميكروسكوب.
إنما هي حقيقة علمية يمكن الاتفاق على مفهومها وخصائصها بعد أن تحمل في طياتها وجهات نظر ومفاهيم متعددة تحكمها عوامل عدة أهمها الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، كما يحكمها طبيعة النظام السياسي السائد والأسس القائمة عليه في مؤسساته السلطوية. وهنا يعني مثال البسيط ما جرى خلال ما يسمى بثورات الربيع العربي ودور الإعلام في تهييج المجتمعات العربية. هذه قضية. قضية ثانية الرسومات المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان في الدنمارك أو في هولندا أو الفيلم الكرتوني اللي أخرجه المخرج الهولندي، والرسومات في الدنمارك بعض الصحف الدنماركية والتي جاءت بالبعض قال أنها تتوافق مع الأنظمة والقوانين الأوروبية، والبعض الآخر نحن كعرب ومسلمين، ولهذا السبب أنا قلت أنها تتعارض معنا مع المواريث الثقافية السائدة في مجتمعاتنا، خاصة عندما نتحدث عن مجتمعات عربية وإسلامية. ولهذا السبب كان هناك ضجة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي اتجاه هذه الرسومات. وبالتالي حرية الرأي والتعبير يمكن أن تقاس من خلال الجانب العقائدي والقانوني من شقين لدينا كعرب ومسلمين، فكعرب ومسلمين في جانب اللي هو التشريعات التي لها علاقة بالإسلام، لكن في التشريعات الأوروبية لديهم كامل الحق في الحرية في القول ما يشاءوا، إلا أن بعض الدول الأوروبية قيدت هذا الحق لما له تأثير على مجتمعاتهم. ففي الإسلام كفل حرية الرأي والتعبير بمفهومها الإسلامي، وحرية الرأي والتعبير تعني تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق وإزداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا. في التشريعات الفلسطينية حرية الرأي والتعبير، إحنا بنتحدث على أساس عمل علاقة طردية ما بين الوصول إلى المعلومة وما بين الحق في الحصول على المعلومات عفواً وما بين حرية الرأي والتعبير. طيب في جانب له علاقة بالمواريث السماوية، وفي جانب له علاقة بالتشريعات التي سنها المشرعون على الأرض من خلال مجالس تشريعية أو من خلال فقهاء القانون. هناك العديد من التشريعات الفلسطينية التي شملت مواد قانونية تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، منها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 وبنصوص مختلفة المادة 9 والمادة 11 والمادة 19، بالإضافة التي لها علاقة بتأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويله لرقابة القانون. وهنا المشكلة بصراحة، وأنا كتير يعني عندما كنت أدعى من قبل الإخوة في وزارة الإعلام كنت أقول، خاصة عندما كان في مشروع لقانون الإعلام جديد كنت أقول يجب موضوع هذا الرقابة إن كان له علاقة بالرقابة المالية أو بالرقابة من قبل وزارة الداخلية. يعني في النهاية إذا بدي أتحدث عن قانون عصري قانون مدني يجب أن لا يكون هناك رقابة من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل وزارة الداخلية، وألا أضع شرطا له علاقة بالرقابة المالية. في هناك في الإعلان في المواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تحدث زملائي المادة 19 في أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 10 لكل الإنسان الحق في حرية التعبير، في أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في كثير من القضايا التي لها علاقة بالمطبوعات وبالنشر، وهنا بالمناسبة على أساس طلبة إعلام أشير لكم بعض القضايا، أنه لا يوجد لدينا، ما هو موجود لدينا هو قانون مطبوعات ونشر، لكن في عندنا اليوم مرئي ومسموع فيش له قانون. في عندنا الآن على سبيل المثال الإعلام الجديد بعض